أرحب بكم كاملين السادة والسيدات الحضور الأطر والشباب والفاعلين والمثقفين وعيان المجتمع اللي شاركوا في حملة صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغزواني. نختار نوجه لكم رسالة باسم فخامة الرئيس مشيها لكم معايا عنه شاكركم ومقدر المجهود الكبير اللي قمتوا به كاملين في مختلف انحاء الوطن، وذاك المجهود هو اللي ادى مع عون الله سبحانه وتعالى على انه ينجح بنسبه 56.12% في الشوط الاول من الانتخابات الماضيه. يقول لكم على انكم كنتم الجنود الرئيسيين والاساسيين في ذاك النجاح، وعلى انه شاكركم ومجدد لكم الشكر مره اخرى. كيف تعرفوا هذه الكوكبه من الرجال والنساء والشباب اللي شاركت في ذاك النصر العظيم، تم استدعاء مجموعه منهم المهام في الحكومه الحاليه. نختار ننتهز هذه الفرصه باسمي وباسم اداره الحمله باسم فخامة الرئيس على أن نهنئهم على المناصب اللي جاوها حديثا، نتمنى لهم التوفيق هما وجميع أعضاء الحكومة خدمة البلد إن شاء الله. نختار نأكد الباقي المجموعة الكبيرة اللي هي مجموعة أعضاء الحملة على أنهم في الباب وعلى أنهم مطلوب منهم على أنهم ما يبقوا الحزيمة وعنهم يستمروا في دعم برنامج فخامة الرئيس وعنه ما أساهي عنهم وعن ما لي تتاح فرصة ما تم التفكير فيه. هذه الرسالة اخترنا ننقلها لكم بكل أمانة، وهذا التوجيه على أن هذا الاجتماع يعدل فخامة الرئيس هو اللي يعطيه، معناها على أن ما يدكوراجي حد ولا يرخي الحزام ويستمر في الشغلة والتعبية، نعتبره كاملين على أنه في حملة مستمرة إن شاء الله. ودار كيف قلت لكم كل ما كانت الحاجة موجودة إدارة تم الاستعانة بالناس اللي يلا يستعان بها من هذا الفريق بالذات. هون نختار نشكركم أنا ملي باسمي الشخصي على التعاطي الإيجابي اللي لاحظته خلال عملي معاكم والاستعداد الكامل وتجشم العناء في مختلف مناطق الوطن وفي بليدات عيادة الحوت صعيبة ووعرة ولانكم معتادين عليها. غير ذاك كامل ما اثناكم على انكم تقوموا بالدور المنشود اللي جاب نتيجه. وهون لنختتم ونشكركم نحيل الكلمه لزميلي الوزير تشام جمبار ياك عدل ترجمه اللغه الفرنسيه. بارك الله فيك.